طيب قولي يا مهند، برضو يعني اكيد بما انكم طلبتوا الماده دي او طلبتوا الفكره دي، فانت قلت ان انتوا تعرضت يعني بسبب قصه التنمر، ايه الحاجات اللي انتوا بتتعرضوا لها او قبل كده كنتوا بتتعرضوا لها بشكل كبير؟ يعني هقول لحضرتك لك فعلا. انا كنفسي يعني ما كانش في تنمر عليا غير بس زمان جدا وانا طفل صغير، لو كنت بركب مثلا في المواصلات العامه الناس تبقى مستغربه من شكلي او عندهم شفقه عليا، وطبعا دي حاجه طبعا بتقلم المشاعر طبعا، أكيد. صعبه، حاجه صعبه، فده اللي كان بيضايقني لا اكتر. ولما دخلت المدرسه، انا مدرستي مدرسه مكفوفين، فانا كلنا زي بعض، فما فيش تنمر. انما بره كنت بتحس انه ممكن زمايلك او صحابك ممكن يتعرضوا لنوع من انواع التنمر ده؟ بالظبط. اصدقائي بقى اللي كانوا معايا في الاحتفاليه حكوا لي عن مشاكلهم. حكوا لك ايه؟ يعني مثلا انا سمعت من صديقتي سلمى عصام قصه تنمر، ومن صديقي علي قصه تنمر. يعني مثلا من صديقتي سلمى سمعت ان هي كانت رايحه مدرستها في يوم من الايام، هي من ذوي الإعاقة الحركية قاعدة على كرسي، كانت رايحة مدرستها في يوم من الأيام وكانت داخلة الرامب اللي بتطلع عليه بالكرسي اللي هي المطلع دي اللي هي المشاية دي، الرامب ده كان متكسر، المدرسة كسرته عشان ايه يا فندم؟ عشان ولد، عشان بنت من البنات اللي معاها في المدرسة، كانت مدرستها بنات، البنت اللي كانت بنت من البنات اللي كانوا معاها في المدرسه هي كانت داخله مدرسه ده، تمام؟ بنت من البنات كانت بتلعب على الرمب، كانت بتلعب وقامت وقعت اتعورت. فكسروه عشان ما يعورش حد تاني، فكسروه عشان الاطفال ما يلعبوش عليه ويعوروا نفسهم. هو يا مهند انت صح، عندك حق في القصه، ما اهتموش بسلمى واهتموا بالطفل العادي. هو بص يا مهند، لا هو مش كده يا مهند، بص يا مهند، هو الفكره في ايه؟ الفكره ممكن يعني وقتها كانوا بيشوفوا المصلحه بشكل عام ان في حد اتعور، فكان وقتها بيحاولوا ان هم يعملوا يعني حاجه يتجنبوا بيها ان حد ممكن يقع تاني. بس مش معنى كده ان احنا فعلا نكسر الرامب او ما بقاش في عندنا برضو مكان لكل اولادنا واخواتنا ان هم مخصص ليهم يمشوا عليه، لكن طبعا هيتم تاني اكيد بمعايير البنت. هي اللي غلطت، هي راحت تلعب عليه ليه؟ يعني اطفال يا مهند، اكيد انت عارف اطفال يعني اكيد. يعني قول لنا طيب بقى.